السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد من قناتكم ازاي تربي كلبك مع حضراتكم وليد يونس وجوليا. ما تنساش لو اول مرة تشوف قناتنا وعجبك محتوى الفيديو واستفدت منه تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان توصلك فيديوهاتنا اول باول ان شاء الله. هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم جدا اعتقد اغلبكم بتعاني منه، ازاي تمشي الكلب جنبك. نزلنا في يوم كانت الدنيا بتنقط بسيط كده هنا من فترة، من كام اسبوع، انا وجيليان اتمشى شوية وممكن يكون المية اللي في الشارع دي بسبب الامطار والشتاء هي اللي جابت لها الفطريات في منطقة صدرها والرقبة من الترطشة وهي ماشية والكلام ده. فهنتكلم ازاي تمشي كلبك جنبك وازاي يمشي محترم جنبك ما يشدكش ما يتعبكش والكلام ده. الموضوع يا جماعة مش موضوع تمشيه وبس، لا، الموضوع زي ما قلنا اي حاجه في سلوك الكلب بتبقى معتمده ومترتبه على اللي قبليها وعلى اللي بعديها. فالموضوع لازم الكلب يتدرب طاعه كويس، تكون مسيطر على كلبك عشان كلبك يوصل له مفهوم ان هو مطلوب منه يسمع كلامك. ده مبدئيا، مش هنتكلم في الاساسيات اللي اتكلمنا عليها كتير قبل كده. بالنسبه لتمشيه الكلب، الموضوع بيبدا من عندك من البيت، بمعنى ان من اول ما تفتح باب البيت لازم الكلب يطلع بعديك. الكلب جاي يطلع، تقوم شدد الليش ومدخله جوه لحد 3-4 مرات. الكلب هيتعود من الملاحظة ان حضرتك لازم تطلع الاول ثم هو وراك. على السلم نفس الكلام، على باب الاسانسير نفس الكلام، كل ما يجي يطلع تقوم حضرتك سحب الكلب لجوه تاني. انا بوصل له ان مش انت اللي هتتحرك بمزاجك، انت هتتحرك معايا مش انا اللي هتحرك معاك، تمام؟ طبيعي جدا ان الكلب هيشد شويه لان هو ملهوف على الشارع وملهوف نتيجه الحاجات اللي في الشارع بتلفت انتباهه كتير، فده امر طبيعي محتاج صبر. طلعت على باب العماره نفس القصه، خدت خطوتين في الشارع نفس القصه. جوليا مش متعوده على المشي ولذلك هتلاقوها بتشد شويه الى حد ما. طيب طلعنا على الشارع، اول شرط لازم حضرتك تعمله انك تنزل في وقت متاخر. على فكره احنا كنا تقريبا الساعه 2:30 3:30 بالليل، على فكره لازم تنزل في وقت متاخر، مفيش عربيات كتير، كل فين وفين لما تعدي عربيه، كل فين وفين لما يعدي بني ادم، فالكلب مش متوتر مش متشتت، الكلب مركز بيتمشى معاك. هي بتدور على القطط لان من ايام ماكس عارفه ان في قطط تحت العربيات، هي فاكره هي قروبه، فلازم تنزل في وقت متاخر. بعد كده وقت الرجل تقيله فيه شويه، بعد كده الرجل زياده شويه، لحد ما توصل لوقت الذروه هيكون الكلب اتعود. من المهم جدا في المشي، وما تنساش كل حاجة هتشد الكلب او كل ما الكلب يشدك، حضرتك غير اتجاهك او لمه بالراحة، لم الليش بالراحة. مهم جدا يا جماعة اثناء المشي ان حضرتك ما تبقاش تنشن، لان حضرتك لما تبقى تنشن او متوتر الكلب هيتوتر وبالتالي هيبدأ يشدك. ما تلمش الليش خالص على الاخر عشان ما تضايقهوش، اديله شوية براح. زي ما انتم شايفين هي بتشد سنة، بس انا مديلها براح، انا مش تعبان على فكرة، يعني دراعي مش بيتشد جامد، لا انا مديلها براح، تطول شويه اقوم شددها سنه تقوم راجعه لي تاني وهكذا. فلازم حضرتك تكون مسترخي، لان طول ما انت مسترخي الكلب هيكون زي ما انا رجعتها كده دلوقتي، هتشد شده بسيطه الكلب هيرجع معاك. طالما انت في وقت فاضي، وقت متاخر، الرجل فيه مش كتير، الكلب هيبقى مركز معاك. هي مبسوطة ومستمتعة جدا بالمشي والمية اللي في الأرض والدنيا معاها تمام يعني، وماشية تدور على القطط ومبسوطة جدا يعني. فانزل في وقت الدنيا خفيفة فيه عشان ما تتعبش نفسك، حاول تبعد عن الناس والعربيات والزحمة والكلام ده عشان ما تتعبش نفسك والكلب يتوتر معاك زياده وانت هتوتر نفسك، وتقوم ضرب الكلب، ترجع البيت تقوم رقع الكلب علقه. طب وليه على ايه هنوتر نفسنا ليه؟ يا الصبح بدري 6 7 الصبح 5، يا اما بالليل متاخر، هتلاقي الدنيا بقت تمام معاك. التمشيه يا جماعه مش اكتر من كده، مش اكتر من اللي انا بعمله مع جوليا ده. تختار الوقت قبل ما تنزل، تطبق الشروط اللي احنا قلناها، الكلب ما يطلعش قبليك سواء من الاسانسير باب الشقه باب العماره الكلام ده. تنزل مسترخي، انت نازل تستمتع انت وكلبك زي ما انا شدتها الشده خفيف، شده خفيفه، انا مش متوتر. حاولوا تجربوا الموضوع ده، هتتبسطوا جدا على فكره في النزول مع كلبكم ومش هتتعب. زي ما انتم شايفين الليش اغلب الوقت مرتخي مرخي، هتتوتر وهتتعصب
كلبك هيتوتر وكلبك هيتعصب، مش هيبقى عارف الصح فين والغلط فين والكلام ده، وهتبقى وقت بدل ما انت طالع تستمتع رجعت تتعكنن على نفسك وتعكنن على كلبك والكلام ده. طب وليه على ايه؟ نيجي بقى لموضوع تاني مهم جدا وعامل مشاكل لاغلبنا، الكلاب البلدي. برضو مش هعمل اكتر من كده، بس لما اشوف كلاب بلدي ما استنى، طبعا مرفوض تماما انك تجاري كلابك ورا القطط والكلاب البلدي والهيصه دي، ده مش مبدانا على قناه يعني. مطلوب من حضرتك انك تبقى مركز قوي مع الكلاب البلدي، تشوفها قبل ما يشوفها الكلب. شفت كلاب بلدي ان شاء الله واحد حتى، تقوم لامم الليش كلبك جنب ركبتك جنب فخده رجلك، لامم الدنيا. ليه؟ عشان كلبك ما يبقاش بعيد عنك، تبقى حضرتك محتاس بتهش شويه كلاب وكلاب تانية تيجي تقرم كلبك، لان ده هيحصل. كلبك لازق فيك اكنه حته من جسمك، اللي يقرب له اكنه قرب لك، فانت شايف الدنيا. فاهم حاجه؟ تلم الليش وتجيب كلبك جنبك وتمشي بعيد عنهم، يعني لو هم على الصف بتاعك روح الناحيه الثانيه، لقيتهم سدين السكه عليك خد بعضك وارجع، بس خد بعضك وارجع وانت عينك عليهم، مش تدي لهم ظهرك وتمشي. المهم حضرتك توصل لهم ان انت والكلب بتاعك ما بتمثل لهمش اي تهديد، انا مش جاي اهددكم، انا واحد ماشي في حالي والكلب بتاعي مش جاي يهدد منطقتكم ولا جاي يسيطر على منطقتكم. هو ده المبدا، خد كلبك ولف وارجع بيه، امشي من شارع تاني. هنا الموضوع هنا بسيط جدا، ولا محتاج شومه ولا محتاج تجري وراهم، مجرد هتهشهم هيطلعوا يجروا على فكره، بس ما تجليش كلبك وراهم وتستفزهم. وما فيش حاجه اسمها لا ده انا كلبي جيرمان ودول كلبين ثلاثه بلدي او كلبي روت او بيتبول وهيدخل عليهم هيفرمهم، لا هيفرموك كتر بتغلب الشجاعه. كلبين ثلاثه على كلب واحد لا هيبهدلوه طبعا، واحد هيمسكه من رقبته وواحد من رجله وواحد من ديله وواحد من فخده، سيطروا عليه خلاص كتفوه. فخد خد بعضك وغير اتجاهك تاني حضرتك والكلب بتاعك، يا اما انقل على الناحيه الثانيه هتلاقي الدنيا بتخف معاك. لا حضرتك 10 20 30 متر هتلاقيهم رجعوا مكانهم تاني بعد ما كانوا بيهوهوا عليك، هيمشوا وراكوا ويهوهوا عليكوا شويه، وفي الاخر هتلاقي الموضوع قل. كل ما تبعد عنهم هتلاقي الموضوع قل ويأمنوا الدنيا لحد ما حضرتك تعدي نطاق المنطقه بتاعتهم، وبعدين هتلاقيهم رجعوا اماكنهم تاني. ده بالنسبه للكلاب البلدي، ما تشوفهمش تتوتر، لازم برضو تبقى مسترخي وانت بتمشي كلبك ولما تشوف الكلاب البلدي. اتمنى يكون الفيديو استفدتوا منه، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات جديده من قناتكم ازاي تربي كلبك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.